ما قدروش يصمدوا بقى بدنيا للاخر، وعشان ما فيش بديل كمان. أبطال النادي الأهلي الآن والميداليات الذهبية، خلينا نقول الفريق والجهاز ككل، كابتن إيهاب الألفي مدير فني مبروك، كابتن محمد جاد المدرب العام مبروك، كابتن موسى علي مدير إداري، كابتن مشيرة رشيد إدارية الفريق، دكتور روضة عيد الطبيبة، دكتور ريهام أنور أخصائية علاج طبيعي، والكابتن كريم صالح لمخطط الأحمال. اتفضل كابتن. وطبعا اللي بتسلم الجوائز دي بنت الاهلي كابتن رحاب الغنام عضو مجلس اداره النادي. نعم. وشوف الاهلاويه شوف الفرحه على وشها عامله ازاي كابتن رحاب، مع انها عضو مجلس الاداره بس مش قادره تطلع، ان هي كانت لعيبه في النادي الاهلي ووقفت على منصات التنطوق دي قبل كده اهوت، ودي روح اولاد النادي الاهلي، وهي دي اللي اللي بتصنع الفارق. بالظبط، الروح في الاداره اللي بتدي الدفعه المعنويه، بتدي الدفعه التنظيميه والاداريه للنادي الاهلي، وده اللي بيفرق في كل الاجيال، بتسلم اجيال. بالفعل خلينا نقول برضو اسماء لاعبات وبطلات النادي الاهلي، كابتن دينا عمرو، كابتن الفريق وهاله مصطفى، سهيل هشام، ريم موسى، ساره مغربي، رنا عبد الظاهر، نور الله طلعت وجنه مصطفى، رنا علاء الدين، نادين ياسر، ابو الفتوح، زينب الزيني، ومنى يحيى، و تقى جمال، وهبة عبد الرحمن، بتول عادل، وأيضا سلمى مصطفى، وريم أشرف، وإناس خالد. دول كل القوام الفريق كرة السلة سيدات للنادي الأهلي أبطال. والفرحة، الفرحة جميلة، الفرحة حلوة، الفرحة حلوة دي كابتن الفريق دينا عمرو، والفرحة مع زمايلها طبعا دي بتبقى أهم لقطة يا كابتن طاهر في الموسم. طبعا طبعا، يعني بتتوج تعب ممكن نقول موسم بحاله، واللي لازم نتذكره ان برضك ان شاء الله في دوري، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم بحيث ان هم يغطوا ده كاس البطوله الان مع كابتن الفريق دينا عمرو، وطبعا كابتن مجدي ابو فريقه رئيس الاتحاد، والسيد محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي موجود مع الفرقه. وادي الفرحه، الف الف مبروك لابطال كره السله سيدات النادي الاهلي، فرحه جميله جدا، مجهود كبير قدموه صراحه في المباراه، مباراه كانت ممتعه للغايه، الكل تمتع بيها، حتى اللي ما بيعرفش كرة السلة اتفرج على كرة السلة السيدات، السيدات أدوا صراحة أداء ممتع للغاية وأبهروا الكل النهاردة. الفرحة كبيرة كابتن سيد لأن المنافس صعب. طبعا طبعا، ودايما المكسب بيفرح، وإن شاء الله تكمل الفرحة دي بكرة برضه في نهائي كأس الرجال، ويتفوق أبناء طارق خيري.